طيب الله اوقاتكم مشاهدينا الكرام، اخبار المنتصف من يمن شباب وتتابعون فيه. مصرع 700 حوثي خلال اسبوعين في مواجهه مع الجيش الوطني في اطراف حيس، والصليب الاحمر يدعو لحمايه مدينه زبيد التاريخيه وتحييدها عن الصراع. الجيش يحبط هجمات للانقلابيين في صعدة ومأرب، ويعلن قتل 10 من الميليشيا في مواجهات متفرقة في محافظة تعز. وفي النشرة أيضا، غارات للتحالف على مواقع الحوثيين في حجة، والشرعية تواصل التقدم في محافظة لحج. أهلا بكم. إذن البداية ميدانيا، حيث كشف مصدر أمني عن خسائر فادحة تتكبدها ميليشيات الحوثي الإيرانية في مناطق المواجهات في أطراف مديرية حيس جنوب محافظة الحديدة والمناطق المجاورة لها. ونقلت مصادر إعلامية عن مدير أمن حيس قوله إن نحو 700 من عناصر الميليشيات لقوا مصرعهم خلال أقل من أسبوعين بنيران الجيش الوطني وضربات طائرات الأباتشي التي تتصدى لمحاولات تسلل الميليشيا بشكل يومي. وأفاد سكان محليون أن جثث الميليشيا تتناثر بأطراف مديريات حيس، حيث يكتشف السكان مع صبيحة كل يوم جثثا جديدة تحصدها طيران الأباتشي. هذا وشكى عدد من مواطني ريف حيس الشرقي والشمالي جنوب محافظة الحديدة من ظروف معيشية صعبة يواجهونها جراء حرب الميليشيات المتواصلة على مناطقهم. وقال سكان محليون في تلك المناطق إن ميليشيات الحوثي الإيرانية تستخدم منازلهم كمواقع لإطلاق عملياتهم العدائية ضد المدنيين في حيس، وتستهدف من خلالها مواقع الجيش الوطني والمقاومة التهامية في مناطق حيس وأطراف الجراحي. ونشد سكان الجهات المعنية والمنظمات المختلفة للالتفات إلى معاناتهم وضرورة إغاثتهم قبل أن تحل عليهم كارثة أو كارثة إنسانية. إذن وللوقوف حول هذا الموضوع والتحركات التي تجري في محافظة الحديدة، ينضم معنا السيد وديع عطاء الصحفي والمحلل السياسي. نرحب بك سيد وديع. مرحبا. مساء الخير. إذن لو نبدأ سيد وديع، يعني 700 قتيل من الميليشيا في هذه الجبهة، إذن الميليشيا تخسر في الحديدة، كيف ترى أنت هذه الخسائر التي تتكبدها الميليشيا في جبهة الحديدة؟ الميليشيا تنتحر على 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 حدود حيث، كما اسلفت في اكثر من مداخله وفي اكثر من كتابه، بان الميليشيا تنتحر بالتجمعات المسائيه، ثم ياتي الاباتشي ويقوم الشباب بالتصدي لهم ويصبح الناس يكتشفوا جثثهم. هذا ما اقوله وهذا ما تثبته الوقائع. الحوثيون كل تجمعاتهم مكشوفه ومعروفه كل نقاط الحشد التي يجتمعون فيها، سواء من جهة الشرق أو من جهة الشمال، وكل النقاط التي يتجمعون فيها في الجبال المحيطة أيضا كلها مرصودة ويعرفها الطيران، وهي ويتم استهدافهم تباعا. نعم، يعني كما تحدث هم يخسرون في هذه الجبهة نتيجة ربما لهذا الاستهداف الذي تقوم به طيارات الأباتشي. لو تحدثنا قليلا سيد وديع عن دور الأباتشي في هذه العمليات التي تجري الآن في هذه المناطق. الأباتشي حقيقة دوره مفصلي ومهم جدا، يعني خصوصا وأنه يعني يحسم كثير من حالة القلق التي تخيم على المواطنين حينما يحدث القصف الميليشياوي على العشوائي والوحشي والهمجي على المدنيين، فيبقون قلقين حتى إذا ما سمعوا صوت الطيران يعني يرتاحوا ويطمئنوا. هذا ما يخبرني ويؤكد به المدنيين، يعني بانهم اصبحوا يرتاحوا حينما يسمعوا صوت الطيران، لانها تماما تخمد نيران القصف الذي ينهال على المدنيين. نعم. ما نطلبه فقط هو التوسع في عمل هذا الاباتشي، لا ان يبقى فقط مجرد رد فعل لمتابعه مصادر النيران، لان النيران الان اصبحت لها يعني اثار انسانيه سلبيه مع الاسف،
نعم. حالة نزوح غير عادية. يعني سنتحدث ربما عن الوضع الإنساني الآن، وخصوصا بعد يعني شكاوي الناس في هذه المناطق، ولكن دعنا يعني نأخذ وجهة نظرك بالنسبة لهذه العملية الآن التي تجري في الحديدة، كيف تنظر إليها؟ هل يتم تأمين المناطق التي تم تحريرها كما يجب، والتقدم يجري بخطط يعني مدروسة؟ كيف تنظر أنت إلى هذه العملية خلال هذه الفترة الماضية وحتى الآن؟ الحقيقة أن الحسابات الخليجية في مسألة التقدم العسكري هذه غير مفهومة حتى الآن يعني، ومع يؤسفني أقول بأن الانتصار الذي تحقق في حيث ناقص، كما كان ناقصا في الخوخة وتم استكماله لكن بعد أن دفع المدنيون الثمن، الآن في حيث الناس المدنيين يدفعون ثمن التقصير أو الانتقاص في هذه الخطة، يعني لا تزال يعني أغلب القرى الريفية المحيطة بمركز المديرية في قبضة الحوثيين، ولا يزالون يستهدفون منها المدنيين. شيء من التوسع لم يكلف التحالف كثير، ولا أدري يعني كل الشباب المرابطين في كل النقاط المحيطة بالمدينة يقولون ننتظر فقط تعليمات أو أوامر التقدم. لديهم الرغبة الكبيرة لأن يتقدموا، لأن يحتموا، لأن يؤمنوا حي، لكن قالوا بأن هذه الأمور كلها مرتبطة بقرار من القيادة الإماراتية في المنطقة. يعني لا أدري ما الذي ينتظره التحالف، يعني هل ينتظر أن تصبح مثلا حيث أطلالا ويهاجر كل من فيها وينزحوا بعد أن أصبحوا في حالة نفسية غير مسبوقة؟ يعني نعم ربما يعني هذا ليقودنا يعني الى ماذا، يعني الى متى ينتظرون، خصوصا بعد هذه المناشدات من قبل الاهالي؟ هناك جثث متناثره بالنسبه للميليشيا في هذه المناطق. سيد وديع، هل يتواجد الصليب الاحمر في هذه المناطق كما يجب؟ لو تحدثنا عن دور ايضا المنظمات الدوليه ومدى تواجدها في هذه المناطق. الحقيقه بان الصليب الاحمر للمنظمات الدوليه يعني ليست الا منظمات فقط للاستهلاك الاعلامي، كل بياناتها يعني بالامس فاجئنا الصليب الاحمر ببيان خوفي على الاثار في زبيد، بينما لم يكلف نفسه بالنزول حتى بلجنه واحده للاطلاع على الوضع الانساني المزري والكارثي للريف. ابناء الريف اليوم هم محاصرين وفي قبضه وفي رحمه الميليشيا، لا يستطيعون حتى الخروج يحصلوا على 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 المواد الغذائيه الضروريه، ممنوع من دخول المدينه لشراء ما يحتاجه اطفالهم. المدينه في حيث لا يوجد فيها حتى مستشفى واحد. انا الان لا اتكلم بصفتي الصحفيه ولا بصفتي اعلامي، انا اتكلم هنا كوني ابن المنطقه ومسكت راسي. الناس يعيشون حاله ذهول وقلق ونزوح واستنزاف كبير، يعني استنزاف بشري كبير ناحيه الخوخه، وليس هناك من يعني من جهه تؤويهم. في الجانب الاخر ايضا هناك اللجنه العليا الوطنيه التابعة للحكومة الشرعية الذي يرأسها الوزير عبد الرقيب فتح، ليس هناك حتى نصف بيان أيضا يشير بأنهم سيهبوا لنجدة الناس. الناس يموتون جوعا ويموتون خوفا ويقلقون. يعني ليس المستشفى الوحيد الذي كان متوفر في حيث وهو ريفي وبدائي تم قصفه من قبل الطيران قبيل تحرير حيث، والآن إلى الآن لم يتم حتى تأهيل حتى غرفة واحدة في تستقبل حتى جريح. كل من يصاب جراء القذائف الحوثية يتم إسعافه من قبل المقاومة إلى المخاف المستشفيات الميدانية التابعة للإمارات أو إلى عدن إذا كانت إمكانيته المادية تسمح. لا أدري ما الذي ينتظره هذه المنظمات الدولية. الصليب الأحمر يقال بأن لديه مركز في زبيد فقط لمتابعة يعني بعض الأحوال يعني أو الحالة الصحية التابعة للأطفال الاعتيادية، بينما الحالة الكارثية الآن وكأنها لا تعني يعني. طيب على ذكر ربما الشرعية سيد وديع، يعني كيف تقيم يعني أداء السلطة المحلية أيضا في هذه المناطق؟ ربما دائما نتحدث عن مدى تواجدهم الآن وتقديم العون والمساعدة للسكان في هذه المناطق. السلطة المحلية مشلولة تماما، لا نستطيع أن نحمل أكثر مما هي عليه، إما هي أتباع للميليشيا وقياداتهم التي هي تتبع الميليشيا وتحوثت، أو أنها تبع الآن الشرعية التي لم تقدم شيء على المستوى المركزي، ليست في حيث فقط بل حتى في الخوخة لا يزال هناك احتياج. لدى القطابة وهي تتبع الخوخة في الجهة الشمالية القذائف لا تزال عليها، ولا يزال النزوح منها مستمر، ولا تزال الحالة الإنسانية مستمرة. النصر في حيث منقوص، والنصر إلى الآن لن يكتمل، ولن يكتمل إلا بتوفر الأمن والاستقرار لهذه المديرية وتطبيع الموضوع وتطبيع الأمور المعيشية والوظيفية. المعلمين بانتظار الرواتب، وكانوا قد فرحوا بهذا النص على اساس انه سيصرف لهم الرواتب، وقبل يومين فوجئنا بكشوفات
او باخبار تقول بانه سيتم صرف الرواتب ولم تذكر فيها مناطق محافظه الحديده. نعم. لكنها نعتقد بانها ستشمل ضمن المناطق المحرره ونامل ذلك ان شاء الله. نعم. نامل بان الحكومه الشرعيه تثبت مسؤوليتها الاخلاقيه وان تتجاوز القيود الاماراتيه في هذا الموضوع، لا يمكن ان نحمل الامارات كل شيء كل شيء. نعم يعني كلهم مسؤولون الان. نعم. هي الحكومه الشرعيه. الجميع مسؤول عما يجري حاليا، انا اشكرك شكرا جزيلا لانضمامك معنا الصحفي والمحلل السياسي السيد وديع عطا، شكرا جزيلا لك. حثت لجنة دولية للصليب الأحمر أطراف النزاع في اليمن على حماية مدينة زبيد المدرجة على قائمة منظمة اليونسكو للتراث العالمي. وقالت اللجنة في بيان إن القتال المستمر على طول ساحل البحر الأحمر من شأنه أن يعرض المدنيين للخطر، معتبرا أن مدينة زبيد محمية بموجب القانون الإنساني الدولي. وتعد زبيد أحد مواقع التراث العالمي، وقد أصبحت مصنفة من قبل اليونسكو ضمن مواقع التراث العالمي في عام 1993. أتلف الجيش الوطني عشرات الألغام البحرية، وذلك بعد عملية مسح واسعة نجح خلالها فريق هندسي تابع لوحدة التشكيل البحري بالمنطقة العسكرية الخامسة من نزع العشرات من الألغام البحرية المختلفة التي زرعتها الميليشيات الحوثية. وقال مصدر عسكري أن الفريق عمل بوتيرة عالية في نزع العشرات من الألغام البحرية المختلفة والتي زرعتها الميليشيات الحوثية في السواحل العامة وعلى سواحل الجزر الآهلة بالسكان وأماكن الصيد وبالقرب من خط الملاحة الدولية في البحر الأحمر غرب جزيرة بكلان اليمنية. وأشار المصدر إلى أن الميليشيات كثفت زراعة الألغام وعملت على تمويه بعضها في مساحات شاسعة من البحر يتسبب في صعوبة نزع الكثير من هذه الألغام. كما أحبطت قوات الجيش الوطني خلال الساعات الماضية هجوم لميليشيات الحوثي في جبهة علب شمال محافظة صعدة لليوم الثاني على التوالي. وكثفت ميليشيات الحوثي من هجماتها في صعدة بعد أن أدركت خطورة وضعها في معقلها الرئيس، حيث تواصل قوات الجيش التقدم باتجاه مركز المحافظة. وأحبط أعمال أو أبطال اللواء الخامس حرس هجوما للميليشيات على التباب السود مخلفين وراءهم قتلى وجرحى. إلى ذلك شن طيران التحالف ثلاث غارات جوية استهدفت تعزيزات للميليشيات الحوثية على الطريق العام في مدورية ساقين في محافظة صعدة. قتل عشرة من ميليشيات الحوثي الإيرانية في مواجهات متفرقة مع الجيش الوطني بعدد من جبهة القتال في مدينة تعز والمحافظة. وقال مصدر عسكري أن مواجهات عنيفة دارت بين وحدات من الجيش والميليشيات في محيط موقع الدفاع الجوي الواقع على شمال غرب المدينة وتبت الذري بمنطقة الشقب جنوب شرق المحافظة. وأشار إلى صد الجيش هجوما آخر للميليشيات في جبهتي مقبنة والمفاليس غربي المحافظة، فيما قصفت مدفعية مواقع للمتمردين الحوثيين في تبة السلال بشرق المدينة ومنطقة الأشروح غربي المدينة، وأسفر ذلك عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا. أصيب الراصد الحقوقي فيصل عبد اللطيف فرحان بشظايا متفرقة في قدمه جراء مقذوف أطلقته ميليشيات الحوثية الإيرانية على أحياء سكنية في شمال مدينة تعز. وقال مصدر ميداني أن الراصد فرحان كان ضمن فريق يقوم بأعمال توثيق لجرائم ميليشيات الإنقلابية في المناطق الشمالية عندما سقطت على مقربة منه قذيفة نجا منها بقية أعضاء الفريق. وتأتي الحادثة بعد أيام معدودة من استشهاد الناشطة الحقوقية ريهام البدر برصاصة قناص حينما كانت في مهمة لرصد انتهاكات الميليشيا ضد المدنيين في شرق المدينة. أحبطت قوات من الجيش الوطني هجوما لميليشيات الحوثي الإيرانية في مدورية صرواح غربي محافظة مأرب. وقال مصدر ميداني أن مواجهات نشبت بين الجانبين عقب هجوم المتمردين الحوثيين، وتمكنت قوات الجيش من إجبارهم على التراجع والفرار، وأسفرت المواجهات عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات الإيرانية. وشنت مقاتلات التحالف العربي غارة جوية مكثفة استهدفت مواقع وتجمعات وتعزيزات للميليشيات الحوثية كانت في طريقها إلى مواقع في غربي المدورية ذاتها.
وفي مديرية نهم شنت قوات الجيش الوطني قصفا مدفعيا استهدف عدة مواقع للميليشيات الانقلابية، وأوقع القصف قتلى وجرحى في صفوفها. وأفاد مصدر ميداني أن طيران التحالف العربي شن غارات على مواقع الحوثيين بغربي جبل القتب في نهم، وخلفت قتلى وجرحى بين عناصرها وتدمير رشاش من عيار 23. إذن وللوقوف حول آخر المستجدات في جبهة نهم ينضم معنا سيد صالح القطيبي نائب مدير المركز الإعلامي للقوات المسلحة. نرحب بك سيد صالح. أهلاً وسهلاً. مساء الخير. إذن بداية سيد صالح نريد أن نعرف آخر التطورات في جبهة نهم، يعني هناك قصف كما ذكرنا في الخبر، لو تحدثنا أيضا يعني أكثر أين تركز هذا القصف المدفعي وما الذي استهدفه؟ نعم سيد صالح هل تسمعني؟ نعم نعم أسمعك. نعم سألتك عن هذا القصف الذي استهدف يعني مواقع متفرقة في مديرية نهم، لو تحدثنا أكثر عن طبيعته وما الذي استهدفه؟ دعنا الطالب بالتنظري باستهداف تجمعات الميليشيات الحوثية الانقلابية المتواجدة شمال ضبوعة في منطقة تسمى بالسبكة، تسقط الحشرات منهم بين كثير وجريح، كما تم استهداف ايضا في تجمعا ايضا لهم في نفق القطبين، تم على اثر هذا الاستهداف اصابه الحشرات من الميليشيات الحوثيه بين جريح وقتيل، حيث اكدت حجه ان سيارات الاسعافات التابعه للميليشيات هرعت للتو لاغتيال الجرحى الذين اصيبوا في هذه القصف المدفعي، وتم تدمير طقمين، الطقم الاول كان في باتجاهه لتعزيز متواجد غرب قرية ضبوعة في جبهة الميمن. نعم سيد صالح هل ما زلت معنا؟ نعم أسمعك. نعم ماذا عن ربما هذه أيضا الغارات على مواقع الحوثيين في غرب جبل القتب، لو تحدثنا أكثر عن هذه الغارات وأيضا ما هي أيضا نتائج هذه الغارات أيضا؟ طيران التحالف العربي شن ثلاث غارات استهدف بغار موقع للميليشيات الحوثية المتواجدة غرب جبال القتب، وأدى إلى مقتل عدد من الميليشيات المتواجدة في هذا الموقع وتدمير عيار 23، كما استهدف بغارة أخرى تعزيز للميليشيات داخل نسيورة، أدى إلى تدمير طقم بالكامل ومقتل كل من على متنه، واستهدف بغارة ثالثة تعزيز ايضا من الميليشيات الحوثي كان غرب جبل المناره باتجاه مركز مديريه نهم المديد، وتم تدمير هذا الطقم ومقتل من عليه. نعم، طيب السيد صالح يعني كنا نتحدث ان هناك تقدمات كبيره للجيش الوطني في مسوره، ماذا عن هذه الجبهه؟ اين وصل الجيش الوطني والمقاومه؟ نعم، ابطال الجيش الوطني هم الان وبالتحديد في هذه اللحظه على مشارف عزله مسوره بعد تحرير السباب التي كانت تفصل بين عزلة ميسورة وقرية الحوض، حيث استطاع أبطال الجيش الوطني تحرير هذه السباب الممتدة لأكثر من 3 كيلو من سلسلة جبليان بعد تحرير السلسلة الجبلية المرتفعة التي كانت تتحصن فيها الميليشيات، والآن المعركة انتقلت إلى أرض أقل وعورة وأقل تضاريس جغرافية معقدة، والآن المعارك على مشارف عزلة ميسورة وستلتحم قريبا في قادم الأيام جبهة القلب مع جبهة الميسرة، ويتم تحرير مركز مديرية نهم المديد قريبا إن شاء الله، ومن ثم التوجه إلى نقيب بن غيلان آخر معقل من الميليشيات التي ما زالت تتمركز فيه. نعم ربما تتحدث أن هناك تم تحرير جبال وتباب محيطة في جبهة في منطقة مسورة، ولكن هناك ما يقول السيد صالح هناك ركود في هذه الجبهات، هل هناك فعلا ركود في هذه الجبهات؟ لأنه ربما نسمع فترة أن هناك تقدمات ولكن وأحيانا نسمع أنه هناك ركود في هذه الجبهة، هل هناك خطة عسكرية يعني للتقدم ومواصلة هذا التقدم في الفترة اللاحقة؟ من يقول هذا الكلام أود أن أوضح عبر من باب قناتكم إلى الشباب بأن جبهة نهم تختلف عن سائر الجبهات، جبهة نهم يوجد فيها
عديد من السباب والشعاب والجبال الوعرة التي يقود أبطال الجيش الوطني تحريرها ويحررون هذه الجبال من الميليشيات المتمركزة فيها. يقومون بسد طرق فرعية في هذه الجبال لتجنب الأهالي الذين تستقبل. نعم نعم، إذا أنا أشكرك شكرا جزيلا لانضمامك معنا نائب مدير المركز الإعلامي للقوات المسلحة السيد صالح القطيبي، شكرا جزيلا لك. شنت مقاتلات التحالف العربي 4 غارات على مواقع الميليشيات الحوثي في محافظة حجة، وقال مصدر ميداني في المنطقة العسكرية 5 إن الغارات طالت مواقع الميليشيات في منطقة العطن التابعة لمديرية بكيل المير، وتزامنت الغارات مع تراشق مدفعي شهدته جبهة ميدي بين الجيش والميليشيات خلف قتلى وجرحى في صفوف الانقلابيين. وبالعودة إلى جبهة صرواح ينضم معنا العميد يحيى حنشل قائد جبهة صرواح، نرحب بك سيدة العميد. أهلا وسهلا. نعم، إذا نحن بداية نريد أن تضعنا ربما بطبيعة العمليات العسكرية التي تجري هناك، هناك هجوم أفشله قوات الجيش والمقاومة، محاولة لتقدم الحوثيين في هذه الجبهة، حدثنا أكثر عن هذه العملية. بالنسبة لما يجري في صرواح تخوض معارك بشكل يومي، كرر نصر يحاول المسلمين أن يستحضروا نصرا فاجد، إلا أن أبطال الجيش الوطني المرابطين في جبهة صرواح دائما يصفعون هو له يعني أشد الضربات ويصفعون له بالمد الكافي، يعني جبهة صرواح متمكنة فيها و هناك حدائث كبيره ان شاء الله، يعني مكيناتها في بسيطه الجبهات التي احرزت الهدوم سواء في جبهه او جبهه حلب او جبهه قبع او جبهه بيحان او جبهه ميدي او الجبهات شتى، ولذلك يعني قريبا ان شاء الله سيتم فتح هذه الجبهه التي دائما يتبختر العدو انه يعني متماسك فيها ضعيف، وابطال الجيش الوطني يتمتعون بمعنويات عاليه. نعم، طيب سيدة العميد، يعني ربما هناك يعني تقدمات من قبل الميليشيا وتقوم يعني او يقوم الجيش الوطني والمقاومه بصد هذا الهجوم، اذا نحن امام يعني تقدم للميليشيات امام ركود ربما من يعني من قبل قوات الجيش والمقاومه، ليس هناك هجوم من قبلكم ولكن صد لهجوم للميليشيا، ما سبب ذلك؟ ما يسمى هذا ركودا، وانما هناك معارك تسمى معركه هجوميه او معركه دفاعيه، ونحن نخوض معركه دفاعيه ايضا، نقوم باغارات والعدو ضعيف يتحصن بالخنادق، يتحصن بكميات كبيره من الالقاب يزرعها بشكل. نعم، هل ما زلت معنا سيدة العميد؟ نعم، قلنا ليست راكده جبهه صرواح، بالعكس. نعم. يعني جبهة صرواح يعني متماسكة تخوض معارك دفاعية على العدو، وندخل إلى متارسة ونقتل منهم، وهو دائما يتحصن ويتخندق بالألقاب لقلة إمكانياته للمعنويات المنهارة الموجودة في صفوف أفراده. نعم، طيب سيدة العميد لو أختم معك، بالنسبة لدور الغارات الذي تقوم به يعني قوات التحالف العربي، هناك يعني غارة استهدفت تجمعات وأيضا تعزيزات للميليشيا كانت قادمة، لو تحدثنا أيضا عن يعني دور هذه الغارات في خدمة الجيش الوطني والمقاومة في هذه الجبهة. بالنسبة لدور الغارات من قبل التحالف العربي دور كان. نعم، يتم ضرب مؤخراتهم، مستوداتهم، اطقم الامداد، اطقم يعني التموين بالاسلحه، ولذلك يدفعون الثمن غاليا، والدور كبير جدا مشكورين عليه.
الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية لدعمهم السخي في هذا الجانب. نعم، إذا أنا أشكرك وأشكر تواجدك معنا سيادة العميد يحيى حنشل قائد جبهة صرواح، شكرا جزيلا لك. إذا نبقى ميدانيا، حيث لقي ما لا يقل عن 10 من عناصر ميليشيات الحوثي الإيرانية مصرعهم في مواجهات مع قوات الجيش الوطني بشمالي محافظة لحج. وقال مصدر عسكري أن الجيش أحرز تقدما ميدانيا في معاركه التي يشنها ضد الميليشيات في اتجاه سوق الخميس وجبل الركيزة في مديرية القبيطة. وأضاف أن غارات للطيران ساندت الجيش في مواجهته المستمرة منذ يومين وقصفت مواقع متفرقة للميليشيات الإيرانية في جبهة القبيطة. هذا واستولت قوات الجيش الوطني على أسلحة وذخائر خلفتها الميليشيا إلى جانب تدميرها عربة قتالية. استنكرت لجنة الأمنية في محافظة شبوة الاختلالات والاستفزازات الأمنية التي قامت بها مؤخرا قوات النخبة الشبوانية المدعومة من دولة الإمارات. وأكدت اللجنة في بيان عقب اجتماع لها حضره وزير الناقل صالح الجبواني أن تلك الأعمال تهدف إلى زعزعة أمن واستقرار المحافظة وخلق الفتنة فيها. وتوعدت اللجنة بعدم التهاون بعد الآن تجاه مثل هذه التصرفات والعمل بقوة على ردع كل من يحاول زعزعة أمن واستقرار المحافظة وتعكير صفو الطمأنينة في نفوس الأهالي فيها ومحاولة التأثير على الدور الذي تقوم به الأجهزة الأمنية في هذا الاتجاه. وجاء اجتماع اللجنة عقب توقيف قوات من النخبة لمحافظي شبوة اللواء علي الحارثي في حاجز أمني في منطقة عزان قبل وصول تعليمات من ضباط إماراتيين بالسماح له بالعبور قادما من المكلا أمس الثلاثاء، إلى جانب اعتقالها مدير أمن مديرية الروضة وعدد من جنوده أو من جنود الأمن أثناء اقتحام مركز شرطة الروضة الاثنين الماضي. تقتصر تحركات وجهود السلطة المحلية في حضرموت في مكافحة الإرهاب على ساحل حضرموت وحتى منطقة دوعان باتجاه الوادي، في حين تتواصل عمليات الاغتيالات والانفلات الأمني في بقية مديريات الوادي دون أي تحركات ميدانية تجاه ذلك. جولة جديدة من جولات الصراع مع تنظيم القاعدة في حضرموت، استمرارا لعمليات تطهيرها من باقي جيوب التنظيم وأوكاره. عملية عسكرية نفذتها قوات النخبة الحضرمية تحت مسمى عملية الفيصل، عملية أعلنت بدأها قوات التحالف العربي للسيطرة على وادي المسين غرب مدينة المكلا مركز محافظة حضرموت، والذي يعد أحد أوكار تنظيم القاعدة في الجهة الغربية. تحركات عسكرية وعمليات وتمشيطات تقوم بها قوات النخبة الحضرمية بقيادة المحافظ البحسن لتأمين الجبهة الغربية وساحل حضرموت عموما من عناصر تنظيم القاعدة الإرهابي. وتقتصر تحركات وجهود البحسني في مكافحة الإرهاب على ساحل حضرموت إلى دوعاً باتجاه الوادي، في حين تتواصل عمليات الاغتيالات الإرهابية والانفلات الأمني في بعض مديريات وادي حضرموت دون تحركات جادة ميدانية من البحسني المسؤول الأمني الأول في المحافظة. عملية الفيصل التي تأتي بدعم إماراتي كبير عسكري وإعلامي جعل البعض يذهب إلى التشكيك في حجمها ويقول إنها تأتي ضمن سياق التغطية على أحداث عدن وفشل العملية الانقلابية والإرسال رسالة للمجتمع الدولي ردا على تقرير لجنة الخبراء الدوليين المقدم لمجلس الأمن الذي ذكر النخبة والحزام الأمني المدعومين إماراتيا أنهما يقوضان عمل الشرعية في اليمن. يرى البعض أن عملية الفيصل تلويح إماراتي بملف مكافحة الإرهاب ومغازلة المجتمع الدولي. متابعة رئيس الجمهورية ونائبه الأحمر شخصيا لعمليات الفيصل قلل من هذه التوجسات. أطلع البحسني رئيس الجمهورية ونائبه على مستجدات الأوضاع في المحافظة على مختلف الصعد، ومنها ما يتصل بجهود مكافحة الإرهاب والتصدي والقضاء على خلاياه وأوكاره. وأشاد رئيس الجمهورية بالتضحيات الجسيمة التي يقدمها حماة الوطن والمقاومة الشعبية والالتفاف المجتمعي لمواجهة خطر الإرهاب والتمدد الحوثي الإيراني في المنطقة، اللذين يمثلان درعهما لهدف تدميري مشترك تجاه اليمن والمنطقة.
إلى موضوع آخر، حيث كثفت بريطانيا من اتصالاتها ومشاوراتها للحشد لمشروع قرار يقضي بتجديد العقوبات الدولية على اليمن وإدانة إيران بسبب تزويدها للميليشيات الحوثية بالسلاح. وأفاد دبلوماسيون غربيون أن بريطانيا سعت بدعم من الولايات المتحدة وفرنسا إلى حشد أوسع من أعضاء مجلس الأمن للتصويت لصالح هذا القرار، مضيفين أن المشاورات الأولية التي أجريت في مقر البعثة البريطانية لدى الأمم المتحدة كشفت اعتراضا من روسيا، وأن هناك أمل في استمالتها واقناعها بعدم استخدام حق النقض عندما يحين موعد التصويت قبل نهاية شهر فبراير الحالي. وبحسب ما نقلته صحيفة الشرق الأوسط، يتجاوب النص المعدل من القرار الذي صاغته بريطانيا في كتابة القرارات والبيانات الخاصة باليمن مع تأكيد خبراء لجنة العقوبات أن الصواريخ التي أطلقتها الميليشيا الحوثية العام الماضي باتجاه السعودية مصنعة من إيران. وأعرب مشروع القرار في ديباجته عن قلق مجلس الأمن من أن أسلحة إيرانية الأصل أدخلت إلى اليمن بعد بدء الحظر المفروض على الأسلحة وإدانته لانتهاك طهران للفقرة 14 من القرار 22/16 لعدم استخدامها التدابير اللازمة لمنع تصدير أسلحة محظورة إلى كيانات وأشخاص مصنفين تحت العقوبات. كشف تقرير فريق لجنة الخبراء التابع للأمم المتحدة عن حجم أرصدة وأصول نجل صالح غير المجمدة في دولة الإمارات وتقدر ب 200 مليون دولار، غير أن الإمارات لم تجمد تلك الأموال التزاما بقرار مجلس الأمن الدولي. تنشط الإمارات في اليمن تحت ما تسميه مبرر دعم الشرعية وإعادة إحياء عملية السلام إلى حيث وصلت قبل الانقلاب الحوثي وفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي وتحديدا القرار 22/16، لكن ماذا عن مضامين هذا القرار الدولي ومدى التزام دولة الإمارات به؟ ولعل أهم مضامينه التي يعتبرها شروطا للاستقرار وإعادة الشرعية تمثلت في اتخاذ عقوبات دولية على المعرقلين لعملية السلام في اليمن. أحد أخطر هؤلاء المعرقلين بحسب الأمم المتحدة هو أحمد علي عبد الله صالح، ويخضع لعقوبات دولية بموجب القرار 22/16، عقوبات شملت منعه من السفر وتجميد أصوله المالية، فيما يكشف تقرير فريق لجنة الخبراء التابع للأمم المتحدة عن حجم أرصدة وأصول نجل صالح غير المجمدة في دولة الإمارات العربية المتحدة وتقدر ب 200 مليون دولار، فلماذا لم تجمدها الإمارات التزاما بقرار مجلس الأمن؟ بدلا من ذلك، يلفت تقرير الخبراء إلى أن النجل الثاني لصالح وهو خالد يدير أصول شقيقه أحمد وأموال والده مستخدما جوازا من دولة في التحالف بحسب فريق الخبراء، في إشارة إلى الإمارات بهدف الالتفاف على قرار العقوبات الصادر تحت البند السابع. وظل رموز عائلة صالح المتورطين بنهب أموال الدولة اليمنية على حساب الشعب اليمني يرون في الإمارات ملاذا آمنا وملائما لإيداع الأموال المنهوبة، في حين قدرت الأمم المتحدة ثروة عائلة صالح في وقت سابق ب60 مليار دولار. شنت ميليشيات الحوثي الإيرانية حملة اختطافات واسعة في صفوف المدنيين في محافظة البيضاء. مصادر حقوقية قالت إن الميليشيا اختطفت 24 مدنيا من منطقة القويم في مديرية الطفة، بينهم طفل يبلغ من العمر 12 عاما وشخص آخر كان يرقد في العناية المركزة في أحد مستشفيات المدينة واقتادتهم إلى جهة مجهولة. وتأتي الاختطافات على خلفية مقتل قيادي حوثي الاثنين الماضي على يد أحد أبناء المنطقة إثر خلاف نشب بينه وبين أحد التجار على إثر مطالبة الميليشيا له بدفع ما تسميه المجهود الحربي. أقام مكتب الثقافة في محافظة صنعاء حفلا فنيا وخطابيا بمناسبة الذكرى السابعة لثورة 11 من فبراير. الفعالية أكدت على المضي في تحقيق أهداف ثورة فبراير للقضاء على الكهنوت الإمامي ومشاريع التوريث. من وقفوا في العام 2011 سدا منيعا أمام القوات القادمة من أرحب ونهمة وبني جرموز والحيمة لمحاصرة الثوار بساحة التغيير بصنعاء، ها هم اليوم في ذكرى ثورتهم السابعة يقف شامخين مقاومين في ساحات الدفاع عن الجمهورية. أبناء محافظة صنعاء في ذكرى ثورتهم السابعة يحتفون بزخم جماهيري كبير،
وذلك باحتفالية نظمها مكتب الثقافة بالمحافظة وأقيمت في عاصمة المقاومة مأرب. وهج الثورة الذي يسري بين هذه الجماهير هو الدافع المتواصل للنضال في جبهات الدفاع عن الجمهورية في كل الساحات والميادين. فأهداف 11 من فبراير ودماء شهدائها هي من تغذي أرواح هؤلاء، وفي سبيل تحقيقها يرخص ويهون كل غالي. كانت ثورة 11 فبراير بداية الانعتاق للشعب اليمني من الكهنوت ومن مشاريع الاستبداد ومن مشاريع التوريث، وكان لشباب فبراير سبق أو قصب السبق في القيام بهذه الثورة، لأن الوطن تطلب هذا الوضع في ذلك الوقت. وحينما تطلب الوطن منهم أن يقفوا في الجبهات القتال، تحولوا من الثوار السلميين إلى الأبطال المقاتلين في كل الجبهات بهدف واحد، وهو استعادة الجمهورية للشعب. بالتزامن مع ذكرى انتخاب رئيس الجمهورية في 21 من فبراير، أقيم الاحتفال بالمناسبتين الذي جاءت الأخيرة ثمرة للأولى ومتوجة لها. وفي الاحتفال بالمناسبتين أكد أبناء محافظة صنعاء وقوفهم المتواصل مع الشرعية ممثلة بالرئيس هادي والجيش الوطني الذي يحمي الجمهورية وثوراتها العملاقة. سيظل يوم 21 فبراير يوما خالدا في تاريخ اليمن إن شاء الله. في مسيرتنا النضالية هذه سنصل إلى تحقيق أهدافه، سنصل إلى تحقيق مخرجات الحوار الوطني، سنصل إلى الدولة الوطنية الاتحادية غصبا عن عيون كل الرافضين لها والطامحين في الحكم على أساس سلالي أو عنصري. قدم أبناء محافظة صنعاء في ثورة 11 من فبراير آلاف الشهداء والجرحى، ولا زال عطاء المحافظة متواصل وأرواح شبابها على أكفهم في نهمة ومأرب والجوف في سبيل استعادة الدولة ومؤسساتها التي نهبتها الميليشيا الحوثية بتواطؤ مفضوح من بعض القوى السياسية. في خضم الأحداث التي تشهدها محافظة صنعاء في سبيل التحرر من الميليشيا الحوثية الإيرانية، إلا أن أبنائها لا زالوا متمسكين بثورة 11 من فبراير حتى تحقيق كامل أهدافها. محمد عبد الكريم لقناة يمن شباب مأرب. أكثر من 600 مريض بالفشل الكلوي في مستشفى الثورة العام في تعز يترددون على مركز الكلية الصناعية باستمرار، مما يتطلب تأمينا مستمرا لمواد الغسيل الكلوي. وفي مواجهة النقص المستمر لمواد الغسيل، بادرت الجمعية الوطنية الخيرية والطبية الخيرية لتقديم كمية إسعافية من مواد الغسيل الكلوي، ويأمل القائمون على القطاع الصحي استمرار مثل هذه المبادرات. بعد وفاة 6 حالات في فبراير الجاري بمركز الكلية الصناعية في مستشفى الثورة نتيجة انعدام المحاليل، سيرت حملة مكونة من عدد من المحاليل والمستلزمات الخاصة بأجهزة الغسيل. هذه المواد تتكون من 2000 موصل غسيل كلوي و2000 فلتر موصل كلوي و2000 بيكربونات صوديوم و6000 وعفوا و4000 إبرة غسيل كلوي و20 فلتر خاص بتعقيم الأجهزة. في هذه الفترة الحرجة من المعاناة التي يعانيها مرضى الغسيل الكلوي بعدم توفر هذه المواد وتعثر صرف الموازنات للغسيل الكلوي للهيئة. غاب دور المنظمات الدولية تجاه مرضى الفشل الكلوي بل تجاه تعز بالكامل، لكن الجمعيات الخيرية وحدها من وقفت تجاه معاناة المدينة وأبنائها. الجمعية الطبية الخيرية ونتيجة لانعدام جلسات الغسيل في مركز الكلية الصناعية بمستشفى الثورة، زودت المركز ب2000 جلسة غسيل. نناشد الأخ المحافظ الدكتور أمين أحمد محمود والمجلس المحلي والحكومة الشرعية أن يستمر هذا المشروع وألا يتوقف. نريد دعمهم المستمر، لأن توقف هذا المشروع معناه توقف أرواح وموتها. حتى يظل الخير في تعز يجب أن يستمر هذا المشروع، وفي أولها مشروع مرضى الفشل الكلوي. 2000 غسلة، ستتم هذه الحملة بالتنسيق مع السلطة المحلية تحت رعاية الأخ محافظ المحافظة. وبسبب الانقطاع المتكرر لمستلزمات الغسيل الكلوي، أصبح المرضى أنفسهم يطالبون باعتماد ميزانية خاصة تؤمن أرواحهم من الخطر. والمفترض أن هذا من عمل الإدارة في المركز، لكن الإدارة بح صوتها، وإهمال الجهات المسؤولة جعل المرضى يطلقون مناشدات لا تختلف عن تصريحات الإدارة. الكمية هذه الذي حصلنا عليها كمية محدودة، تكفي لفترة مؤقتة فقط. نحن نريد حل جذري،
لمعاناتنا. فنحن الفشل الكلوي هنا في قسم الثورة العام دائما نعاني من نقص مواد الغسيل. نريد حل نهائي من المنظمات، من الحكومة، لأن هذه الكمية كما قلت لفترة محدودة ونرجع نفس المشكلة. أكثر من 600 مريض ومريضة بالفشل الكلوي يرتادون المركز مرتين في الأسبوع، ويحتاجون إلى مستلزمات ومحاليل لكي يتمكنوا من البقاء على قيد الحياة. فهل ستفعلها الحكومة الشرعية وتفاجئ المكلومين؟ مع وصول 2000 جلسة غسيل لمركز الكلية الصناعية بمستشفى الثورة، ما زال المرضى يتخوفون من أن لا تكفي لشهر واحد، فهم الوحيدون المتضررون من انعدام المحاليل. عبد العزيز الذبحاني من شباب تعز. بناء قدرات الشباب من مختلف المكونات السياسية هو الهدف الذي تعمل عليه إحدى المنظمات في العاصمة المؤقتة عدن بدعم من الصندوق الوطني للديمقراطية. أقامت مؤسسة ألف باء مدنية وتعايش بالعاصمة المؤقتة عدن الحفل التكريمي الختامي بمناسبة اختتام مشروع التمكين السياسي للشباب نحو السلام، الذي انطلقت فعاليته في فبراير العام الماضي ونفذته المؤسسة بدعم من الصندوق الوطني للديمقراطية. مشروع التمكين السياسي للشباب نحو السلام هو من 4 مراحل رئيسية. المرحلة الأولى هي بناء قدرات الشباب من مختلف المكونات السياسية، 20 متدرب ومتدربة وتم اختيارهم بعد عمل مقابلات مع عدد منهم. أهمية البرنامج تكمن في خلق أرضية مشتركة بين الشباب من مختلف المكونات السياسية المختلفة، مختلفة في التوجه، مختلفة في الآراء، الوصول إلى أرضية مشتركة حول الآراء السياسية، إضافة إلى بناء قدراتهم في مقدرتهم على النزول للمجتمع. وشهد الحفل المتواضع حضورا حكوميا تمثل بإدارة مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بعدن، حيث تمت الإشادة بنتائج المشروع والتأكيد على أهمية دعمه. حقيقة ما شاهدناه من إبداعات ومن ملخص للدورة التي أخذها مجموعة من الشباب والشابات، نحن من جانبنا في السلطة المحلية في محافظة عدن وفي مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل سوف نقدم كل الدعم والرعاية لأبنائنا الشباب لكي يحققوا طموحاتهم. واستهدف المشروع 20 شابا وشابة من مختلف الأحزاب والتنظيمات السياسية، وذلك بهدف إكسابهم مهارات في تشكيل الرؤى السياسية في المجتمع، وكذا القبول بالآخر وغيرها من الأساسيات. أخذنا في هذا البرنامج مفاهيم جديدة في السياسة وبالعمل المجتمعي بشكل عام. استفدنا مهارات تدريبية، خطط العملية، كيف تعمل مع الشارع بشكل حقيقي بدون تزييف للوعي، بدون حاجات خارجة عن الإرادة. ومن شأن هذه المشاريع التي تقيمها مؤسسات المجتمع المدني أن ترفع من مستوى الوعي السياسي لدى فئة الشباب، وهي خطوة مضادة لحملات التعبئة المضادة بين الأطراف السياسية بمختلفها. أدهم فهد، يمن شباب، عدن. بمناسبة اليوم العالمي لسرطان الأطفال الذي يصادف 15 من فبراير من كل عام، نظمت مؤسسة السرطان فعالية فنية لتذكير المجتمع بهذه الشريحة المهمة التي تواجه الكثير من التحديات في ظل الحرب القائمة. من قال أن المرض أو الحرب نهاية الدنيا؟ لا زال هناك من يرسم ابتسامة على شفاه أطفال اليمن الذين يواجهون المرض والجوع والخوف. المؤسسة الوطنية لمكافحة السرطان بالحديدة نظمت مهرجان الطفولة السعيدة بمناسبة اليوم العالمي لسرطان الأطفال الذي يصادف 15 من فبراير من كل عام. أرادوا صنع ابتسامة على وجوه المرضى والتأكيد على أن مريض السرطان قادر على الحياة والعمل كأي إنسان سليم في المجتمع. هي فرصة إذن للفت انتباه المجتمع والعالم إلى أهمية الاحتفال بهذه المناسبة للتذكير بشريحة مهمة في المجتمع تعاني من مرض مزمن يتهدد حياتهم كل يوم. المهرجان الذي شارك فيه كوكبة من الفنانين والممثلين اليمنيين تخللت فقرات فنية وغنائية معبرة تعطي جرعة أمل للمصابين بمرض السرطان، يسهم في رفع معنوياتهم وتقبلهم للعلاج والاستمرار فيه. يؤكد القائمون على مؤسسة السرطان أن عدد المصابين قد بلغ حتى يناير الماضي 5125 حالة إصابة تكلف المؤسسة مبلغ 30 مليون ريال شهرياً، وتلك دعوة للمنظمات ورجال المال والأعمال وفاعلي الخير إلى المساهمة في إنقاذ حياة المرضى
الذين يعانون من ارتفاع أسعار الأدوية وانعدامها بسبب الحرب التي تشهدها البلاد. وبعد أكثر من عامين على الحرب بات مرضى السرطان يتقدمون قائمة الضحايا التي فتك بها غياب الكهرباء وانهيار الخدمات الصحية في الحديدة. وضاعفت الحرب من الأعباء على المؤسسة والمرضى، فقد شهدت الأدوية والمحاليل الكيماوية التي تقدمها المؤسسة للمرضى زيادة كبيرة في الأسعار نتيجة انهيار العملة اليمنية أمام الدولار، في الوقت الذي تقلصت فيه التبرعات التي تستقبلها المؤسسة بشكل غير مسبوق. نهاية أخبار المنتصف، تابعتم فيه. مصرع 700 حوثي خلال أسبوعين في مواجهات مع الجيش الوطني بأطراف حيس، والصليب الأحمر يدعو لحماية مدينة زبيد التاريخية وتحييدها عن الصراع. الجيش يحبط هجمات للانقلابيين في صعدة ومأرب، ويعلن قتل 10 من الميليشيا في مواجهات متفرقة في محافظة تعز. كما تابعتم أيضا، غارات للتحالف على مواقع الحوثيين في حجة، والشرعية تواصل التقدم في محافظة لحج. نشكر لكم طيب المتابعة، دمتم ودام الوطن بألف خير.